جوا الساحة واحد معاه فرد. في حادثة مفاجئة عند معبر الليمبي المعروف بجسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية، هجوم مسلح يؤدي إلى مقتل 3 إسرائيليين وفقاً للشرطة الإسرائيلية وجهاز نجمة داود الحمراء، حيث تم العثور على الضحايا فاقدين للوعي. الجيش الإسرائيلي كشف أن الهجوم نفذ بواسطة سائق شاحنة أردني قادم من الأردن، إذ أطلق النار على الجنود قبل أن يقتل في موقع الحادث. التحقيقات الأولية التي أوردتها صحيفة يديعوت أحرانوت أشارت إلى أن السائق كان قد أخفى مسدساً في شاحنته، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية الأردنية أنها بدأت تحقيقاً رسمياً على الجانب الأردني من جسر الملك حسين بعد إغلاق الجسر في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر. إسرائيل أغلقت الطرق المؤدية إلى معبر الليمبي ومدينة أريحة، وشرعت قوات الجيش بعمليات تمشيط واسعة بحثاً عن مسلحين محتملين، كما تم استدعاء خبراء المتفجرات نظراً للاشتباه بوجود عبوة ناسفة، وجرى اعتقال العديد من العمال والسائقين المتواجدين في المعبر حسب ما أفادت قناة كان الإخبارية. القتلى وفق صحيفة معاريف كانوا من عناصر الأمن التابعة لسلطة المعابر الإسرائيلية، والهجوم نفذ من مسافة الصفر.